شو الفعاليات اللي عندنا؟ يا سلام، شوفي كيف الايفنتس والفعاليات صايرة عندنا بشكل مرتب وجميل. ترى صاروا مرة مبدعين. بالضبط. كيف كانوا؟ يا أخي أحس الموضوع صعب، كيف يقدروا ينسقوا ما بين الوقت والمكان والناس وال يعني أحس التنظيم لذا الموضوع مرهق ولا هو مكلف ولا هو ما عجزت أفهم إيش الخطة. بالضبط، أنا مثلك يا مروح، والله أنبهر بالشغل اللي قاعد يصير، شيء كبير وأحس إن في صرف فلوس وفي يعني هو أنا أحس إن هو ضخ عليه. هو فيه ضخ فلوس. في النهاية هذه صناعة ترفيه. كيف؟ صناعة ترفيه. كيف يعني صناعة؟ يعني موضوع فيه بادجت وفي خطة وفي تيم كبير وفي تنظيم، وحتى يتواصلون مع الجهات الحكومية عشان الباركينج والمرور أمام هذا الإيفنت، فهذا بالضبط صناعة. يعني هذه الأشياء كلها يبغى لها تراخيص كمان. أكيد، هم يتعبون، الناس يجون يحضرون هذه الفعالية ما يدرون عن شغل الشهر أو الشهرين اللي صار قبل. طب كيف بيقعدوا يجيبوا من برا، يجيبوا دول اللي يسووا المهرجانات، الأشياء الفانتازيا، العروض، فرقة فرقة اتفاقات؟ تخيل إن بعضهم يمكن يتواصلون مع فرق خارجية أو حتى فرق داخلية في المملكة، لكن يحجزون لهم من مدينة لمدينة، في تكت وفي تنظيم وتسكنين ويجون يسوون بروفات و... فلازم يكون في ترتيب مسبق. أحس الموضوع مرة معقد. بالضبط، أنا قاعد بس النتيجة تطلع خيالية يا أخي. موسم جدة كان خرافي. يعني فكرة أنا من الناس اللي انقهرت إنه أنا ما كنت موجودة، أنا ما جيت إلا آخر أسبوع ولا آخر عشرة. ما لحقت موسم جدة؟ ما لحقت. فاتك نص عمرك. كل الناس تقولي نفس الجملة. ومن جدا انقهرت وأنا مسافرة، ترى كنت أشوف العالم وهي تصور. كل المواسم كانت حلوة بدون استثناء، لكن خليني أسولف لك عن فكرة مواسم السعودية. هي مواسم للمملكة عشان ندعم السياحة الداخلية عندنا، وهذا يعني هدف من أهدافنا. وترى المعلومية حققوا. والله يحقق. بالضبط، واحنا تونا بادئين. الخليج صاروا يجوا. بالضبط. كل الناس تتكلم ايش قاعد بيصير. بس خليني اشرح لك الكونسبت ذا، لان قديش كونسبت خطير. انه مواسم السعوديه في مدينه، كل مدينه راح يكون لها شهر، موسم او شهرين. فطول السنه المملكه العربيه السعوديه شغاله. سنه يعني شهر راح يكون جده، شهر راح يكون بالرياض، شهر. فالفعاليات عندنا ما راح تخلص، راح يخلص موسم من مكان نروح لمكان ثاني. اي يعني هو مو انه بس في الصيف يكون في موسم يكونوا شغالين كلهم، بس انه هو الموضوع ان احنا نمشي على المواسم بالضبط اللي تمر. بقى خليني اقول لك شغله، اول ما بدينا كانت ترى ايفنتاتنا بسيطه، لانه الهدف انه احنا ندعم. اتذكر كان يعني يدوب ياخذوا مكان كذا ويقعدوا يتكلموا ويشرحوا. ليش؟ لان الهدف انه احنا ندعم الشركات السعوديه، هي اللي كانت تصنع الترفيه. فاحنا يعني تجربه الترفيه جديده بالنسبه لنا، فكانت بداياتنا متواضعه وبداوا يبدعون، لكن مقارنه بالشيء اللي وصلنا له الان في فتره قصيره شيء جدا جبار. اقول لك انا الصور اللي كانوا يصوروها وكنت اشوف الفيديوهات، يا جماعه هذا فين؟ عندنا في جدة، عندنا في الرياض، انه شيء يصدق. مسافرة، كنت اقول لهم طبعا انا متى حرجع، وفعليا ما قدرت اني ارجع، كان عندي شغل، ما رجعت الا لما كان باقي يمكن اسبوع او 10 ايام، وتحسرت انه انا ما كنت فيه، فعليا انا تحسرت. ترى الترفيه من جد انه صناعة، لو بنبحر في هذا الموضوع راح تلاقينا اشياء كثيرة اكيد تخفى عننا. طب انا نفسي افهم صراحة، ايش رايك نستقبل عندنا في الاستوديو كذا ناس تفهمنا كيف يكون صناعة وكيف قاعدين بيسووا، نتكلم بتفصيل اكثر. ايوه، عشان نفهم، انا عن نفسي نفسي افهم كيف بينسقوا، كيف بيقدروا يقسموا المهام هذه كلها عليهم. نفسي اعرف كم عدد الناس اللي شغاله في ذا الموضوع، كيف بيسووا موضوع التذاكر. كيف يوصلون لهذا الشيء؟ هل هذه الاشياء سهله تصير؟ قديش ياخذ لهم وقت عشان يسووا ذا كله؟ فكرتك مره حلوه انه احنا نستقبل ناس ونتكلم عن هذا الموضوع، وخصوصا الناس حتى تستفيد معنا. من جد. اهلا وسهلا فيك معانا في استوديو شبابيك، حمزه ناصر مدير التنفيذي لشركه 4M. تتذكر فورها؟ ما يحتاج، يعني حمزه انا اشتغلت معاه، يعني انت كنت معاه في نفس الايفنت ده، من انجح الايفنتس اللي مرت في مدينه جده. فورها، كانت سولد اوت وما في الناس يتضاربون على التذاكر ما شاء الله. انا كنت وقتها مسافره وفعليا تحسرت، شفت حلو. الصور وشفت الفيديوهات. خذ منا وعد على الموسم الجاي. اول شيء شكرا استضافتي معاكم، ويعطيكم الف عافيه على البدايه الجميله. اول شيء اديتوني دافع مره قوي اني ابدا معكم، ان شاء الله حلقه حلوه. حمزه، تكلمنا عن نفسك، كيف بدات، ايش سويت؟ انا بديت في مجال صناعه الفعاليات. اول شيء بعد ما انا حاولت قد ما اقدر اني انا اواكب الاستاذه مايا حلفاوي اللي هي الوالده، الله يطول في عمرها يا رب. انا اوجه لها تحيه طبعا. الله يسعدك يا رب. من عمري 15 سنه وهي في مجال تنظيم الفعاليات، فتحت شركتها في 2009 الخاصه اللي هي 4M Events. بعدها صار الشغف يكبر وصارت الأحلام تتوسع، وصرت من جد أبغى أكون في مجال الفعاليات، واكتسبت منها مهارات كثيرة. مدوي بقول ما شاء الله كده الإكسبرينس حقتك من 2009، عندك 10 سنين إكسبرينس مرة ممتاز. مظبوط. فأنا حاولت قد ما أقدر أني أنا أواكبها وأدخل معها في المجال عشان أتعلم أكثر في هذا المجال، إلين ما أنا وصلت لمرحلة. طبعا ما أخفيكم أنه إحنا الهيئة العامة للترفيه
اعطتنا بوش قوي في عالم في عالم صناعه الترفيه، لانه احنا بدينا نستوعب انه في شيء مطلوب عندنا في المملكه اللي هو صناعه الترفيه. وقتها فكرت ايش اللي ممكن اسويه، ايش اللي اقدر انفذه. طبعا بديت بامكانيات مره صغيره، استاذه مايح الفاوي دعمتنا يعني في الموضوع الله يعطيها العافيه، وقالت لنا يلا ابدا مشروعك الاول، وبديت افورها. كان في 2017 هذا اول ايفنت بالضبط، كان للشباب فقط طبعا. بس شباب ما في بنات، كان بس شباب. لا 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 زعلين والله منك حمزه، لا انا ما كنت اعرف القصه دي. الموضوع كان بيدي، بس كان فعاليه للشباب فقط. اللي صار بعدها في 2018 لما جينا نبي نعلن نفورها، لا نبغى عوائل، نبغى بنات، نبغى يحق لهم يعني. معليش حقيقي قالوا لنا يعني انتوا ليش واقفين في صف الشباب؟ احنا وقتها فكرنا كيف نقدر نسوي فعاليه للشباب والبنات، والحمد لله سوينا فورها اثنين، وكانت في 2018 للشباب والبنات، واللي الحمد لله حققت نجاح جدا كبير في وقتها. اللي كان مبهرني اللي هي السولد اوت اللي فجأة اللي صار السولد اوت كله رايح، مع انه كان ثلاث ايام بس ما شاء الله كان صحيح. يعني نفسي اقول لك التذاكر كانت تنزل، احنا كنا بنحاول قد ما نقدر نفتح سكاشن نرضي فيها الناس، وما شاء الله الناس نقول لهم اوكي حنفتح بكره، فيجي بكره الناس تدخل تشتري التذاكر تلاقيها اصلا سولد اوت، ويحسبون احنا ما فتحنا سكاشن. وصلنا المرحله انه احنا كيف نقنعكم يا جماعه ما شاء الله بتخلص التذاكر. عاد فكرتك كانت تفورها. نعم الحمد لله كانت فكرتي، وطبعا اكيد اكيد الوالده فخوره بالشيء. الحمد لله كانت جدا فخوره واستل مره فخوره. ليش اخترت المجال الحفلات الغنائيه؟ لانه انا من الناس اللي احب اسمع الاغاني، احب اسمع اشوف الناس ايش تحب، شويه جوي كذا اسمع اغاني وطرب وفله، وعرفت. وانا كمان يعني اعتبر من جيل الشباب بالضبط. يعني عمري 25 سنه الحمد لله، من جيل الشباب، وحب اسمع الاغاني وحب اخش في حلو انه تشوف الفنان حقك قاعد يغني قدامك على ستيج. صحيح، اصلا انا يعني في فنانين حقيقي، يعني مثلا رامي صبري كان عندي اسطوره اني انا يوم من الايام اجي اسلم عليه، سبحان الله عدت الايام وصرت انا اللي جاي افورها. وكان رامي صبري اصلا من كثر الحفله كانت جميله بكي على المسرح، صار يقول انا مو كان يسولف لي خلف الكواليس، كان يقول انا مستغرب انه كيف الشعب السعودي حافظين الاغاني حقتي القديمه والجديده ويغنون معي. هو فنان كبير، وانا من اكثر الفنانين اللي اعتزنا، سويت لهم حفلات في جدة، كان الفنان رامي صبري. طيب حمزة إيش في أنت شايف إنه في فعاليات تلامس الشباب غير موضوع القناة؟ من الفعاليات اللي طبعًا صارت تستهوي الشباب آخر فترة أو من زمان تستهويهم، اللي هي فعاليات السيارات، وأشوف حتى مواسم السعودية بتركز على هذا الموضوع. بالضبط. موضوع في عدد كبير يحب هذا الشيء. صحيح صحيح، إحنا الشباب مغرمين بالسيارات وما شاء الله تبارك الله، دخلوا البنات في عالم السيارات. يعدلون سيارات صاروا يشاركونا يعني. أيوة حقنا والله معليش. هو حقك. يعدلون سيارات صاروا. استنى شوي حتفتح ورش، إحنا اللي حن أنتوا تحسبوا بس أنتوا. حنفتح ورش. أيوة لازم نفتح ورش. سيارات ويكون عندنا مغاسل سيارات وكل شيء وإكسسوارز كل شيء حنسوي. استنوا احنا بدينا نخاف من ذا الموضوع يا جماعه، احنا خلاص ما حيصير لنا دور في المجتمع. لا كيف انتوا الاساس برضو. الله يسعدك. لو بكلمك ايضا عن الصعوبات اللي واجهتك وانت قاعد تحاول تصنع الترفيه او تسوي ايفنت، لان الموضوع مو سهل ابدا، كون انك تعمل الكم الهائل هذا من الفعاليات، تجمعات الناس، بيع التذاكر، الحجوزات، التصاريح، تنظيم نفسه مره هدك. هو التنظيم جدا صعب. أيوة. بس انا اللي اخذ لي كل تفكيري، واللي اخذ لي تقريبا كل وقتي والتيم شغال عليه حقنا، اللي هو كيف نبدأ نصنع فعالية ترضيهم، لأنه ليفل الفعاليات اللي وصلنا له في السعودية مرة عالي. تتكلم عن السعودية قبل يمكن بس 5 سنين ما كان يعرف يعني ايش ترفيه، ما في بالهم الترفيه، ما هم مركزين على هذا القطاع. هذا رافد جدا مهم. على سبيل المثال الفعاليات اللي صارت قبل فترة خلتنا نرفع سقف يعني طموحاتنا وتوقعاتنا. يعني احنا بعد كده فعالية عادية ما عاد ترضي الناس، فعالية لازم تكون مميزة، هاي كواليتي، الجودة عالية، وطبعا بأسعار تناسبهم. زمان أي فعالية كنت تسويها كانت تحظى بإقبال، لأنه ما كان في تنافس، ما في خيارات أصلا، كمان كانت منافسة. المنافسة زادت الآن، المنافسة صارت يا تعمل الشيء الاسطوري الواو، يا لا تسوي خليك قاعد في البيت. ما عندك، هذا الشيء يصعب علي انا كمنظم فعاليات، بس بالعكس يطلع احسن ما فيك. ايوه يطلع احسن ما فيك. صحيح بالضبط، وهذا اللي احنا قاعدين نحاول نسويه. هذا عشان كذا اقول لك اخذ كل وقتنا وكل تفكيرنا. التنظيم وكل شيء هذا موضوع جدا صعب، بس
ان شاء الله باذن الله نقدر نداركه. بس اهم شيء الفعاليه اللي انت حتسويها كيف حتكون، تكون ان شاء الله تنال رضاء الناس اللي حابين يحضرون هذه الفعاليه. وطبعا باذن الله نوعدكم ان احنا كل ما لنا حنكون اقوى، وكل سنه بدينا شويه صغار الحمد لله، وصلنا لفعاليه جدا قويه بشهاده الهيئه العامه للترفيه وبشهاده اللجنه الفنيه من الهيئه العامه للثقافه، وطبعا الحمد لله حصلنا على اشادات كثيره ما شاء الله. وكانت طبعا متزامنه مع موسم جده فعاليه فورها، وحقيقي يعني احنا من الفعاليات اللي كان عليها بومين كثير. انتوا نفسكم انبسطتوا وانتوا حاضرين صح؟ صحيح. انتوا نفسكم يعني من الناس اللي ممكن شويه يكون بالي مشغول ماني مركز مع الفعاليه، بس برضو مبسوط لكن بالي حقيقي يعني الصدى والناس اللي بقابلهم والناس مبسوطه، هذا كان بحد ذاته شيء حلو. ما تنسى التعب كله بعد حقيقي اصلا اول ما خلص الفعاليه تخيل ممكن تصير معي وانا في الفعاليه اقول يا رب يخلص اليوم، خلاص خليه يخلص اول ما خلص. ليش خلص؟ كنت مبسوط شويه. فهمتوا علي؟ بس الحمد لله في الاخير. حمزه دراستك درست شيء ليه علاقه في الترفيه او نقول مثلا ماركتينج وات ايفر، كان حاجه كذا قريبه من مجالك؟ تخيلوا درست هندسه صناعيه، أنا مهندس صناعي. هو أنا دراستي كهندسة صناعية كانت عبارة عن تطوير المنتج. حلو. كل شيء في الدنيا هذه منتج. صحيح. المشروع منتج، الشجرة منتج، أي شيء حيكون منتج، الفعالية نفسها منتج. فأنا حاولت قد ما أقدر أني أعلي فيها الكواليتي قد ما أقدر، الجودة حقت الفعالية، وأحاول كمان في نفس الوقت كاتين كوست. طب كويس، يعني انت قدرت انك تطبق الاشياء اللي انت درستها اصلا في المجال اللي انت دحين شغال فيه. بالضبط هذا اللي انا سويته. تدرس شيء له علاقه بالترفيه ولا انت شايف نفسك الاكسبيرينس اللي عندك؟ ان شاء الله انا خطتي الجايه اني انا ادخل ماسترز اداره مشاريع. برافو عليك. عشان ابدا كمان افهم اكثر في المجال، اتطور اكثر. طبعا ان شاء الله باذن الله ما حوقف دراسه، اذا قدرت اني انا حتى عمري 70 سنه حدخل ادرس. حلو. او اي شيء. انت جاوبت على سؤال مره مهم هنا، انه انت حبيت هالشيء وراح تكمل حياتك. بالضبط. انا شايف هنا الفيوتشر، انا شايف نفسي هنا. كثير قالوا لي توظف، في جاتني عروض وظيفية، جاتني تعال اشتغل عندنا، تعال مدري. لا أنا حسيت نفسي لا، أحسن خليني في شركتي أبدأ أطور من نفسي. شغلك بالنهاية. وطبعا كل واحد، هذه نصيحة لكل واحد، إذا فكرت يوم من الأيام تفتح بزنس وعندك الإمكانيات وعندك الفكرة، go ahead اشتغل عليها، لأنه في الأخير أنت بتشتغل نفسك وهذا شغلك يكون لك. وطبعا البلد يحتاجك، يحتاج أنك أنت تنمي موارده، تنمي روافده. بالضبط. الاقتصادية. يلا كل واحد يسوي فكرته، كل واحد يسوي مشروع. حمزة انت ممكن تعلم احد؟ لو جاك واحد يقول لك انا مره احب مجال الترفيه ونفسي اني انا اشتغل في ذا المجال بس ما اعرف كيف اتوجه، طب ايش اسوي، ايش اعمل، بس عنده الشغف؟ عندنا في الشركه بنقبل تدريب من الجامعات اللي لهم تخصصات في الدعايه والاعلان، اللي عندهم جرافيك ممكن. عندنا طبعا فوتوغرافي في يعني احنا مركزين على الاشياء اللي ممكن احنا نطورها عندنا في الشركه. فاحنا بنقبل كثير طالبات وطلاب في المكتب. من خلال هذا الكلام بعد توجه نصيحه للناس اللي حابين يبداون فكره ان عندهم شركه وينظمون ايفنت، عندك اكسبيرينس كويس انت، ايش حاب تقول لهم؟ اول شيء انت دامك مؤمن بفكرتك، اذا انت مؤمن انك انت حتحقق الشيء اللي تبغاه، جو اهيد. بس لا تنسى انه لازم تحط في عين الاعتبار انت لازم الفعاليه هذه حتستقطب مين من التارجت اودينس، من الناس اللي انت عارف انهم اول ما يسمعوا عن الفعاليه هذه حتجيهم رغبه انهم يشاركوا فيها ويحضروها. بعد كذا توكل على الله. حمزة احنا فخورين فيك وسعدين ان نورنا انه انت ضيفنا اليوم في استوديو شبابيك. الله يسعدك. الله يوفقك، وانتم عائله رهيبه لانكم كلكم شغالين في هذا المجال وقاعدين تدعمون بعض. مستنيين نفورها كمان باذن الله. باذن الله حيكون فورها الرابع. الرابع باذن الله. نعم. بالتوفيق ان شاء الله. على خير ان شاء الله. الحين على كثرة الفعاليات اللي عندنا كثيرة ومختلفة، انت ايش نوع الفعاليات اللي تحبين او تجذبك؟ غنائية طبعا. اوكي. صار عندنا تحضرين الفنان اللي تحبينه او الفنان طبعاً. اللي تحبينه في حتى نوع من الحفلات الغنائية، يعني ما في حد يغني، هي فقط موسيقى، فيجيبون لك فرقة موسيقية كذا كلاسيكية قاعدة تعزف. يعني انا مالي فيه. انت لازم غنائية، لازم يجيبون لك فنان قدامك يغني. اوكي. ادراك ليهم يعني ليهم وضعهم ليهم ناسهم ليهم كذا. مين فنان لو جاء بكرة عنده ايفنت بيغني هنا بتحضرين لمين؟ رابح. والسلام. احلام. يا سلام. حسين جسمي. حلو. مجد المهندس. اوكي ما شاء الله في لست. اجل ايوه ايوه كمان تبغى حابب اسرد اكثر من كذا ولا خلاص؟ نرسل لهيئه الترفيه ان شاء الله قائمه بامنياتك ويحققونها. والله هم ما يقصروا. والله انهم ما بيقصروا، كلهم جو ما شاء الله تبارك الرحمن. ومو مره ولا اثنين. انا اخر مره حفله رابح اللي كانت برضه حضرتها، بس انا صراحه احضر لهم هنا واحضر برا البلد. يعني محلله انت محلله. محللات محمي روم معاهم. طيب لو قالوا لك حتسوي فعاليه وتكون فعاليه
انت اللي حتالفها يعني شيء بفكره منك انت، ايش الفعاليه اللي حتسويها؟ لو سمحت فعاليه غريبه، انت بتقول لي صنعت الايس كريم جديده يعني؟ ايوه طبعا. لا تكون ايش؟ لا تكون صنعت الايس كريم. طيب عادي هذه حلوه، يجون ناس يتعلمون شو الايس كريم كيف يعني نسويه وكيف نضيف النكهه وكيف. فكره ولا مو فكره؟ لا لا خلينا حقول لك فكره من جد رهيبه. من جد والله سلطان. بقول لك انا نفسي اسوي ايفنت، هذا الايفنت اسمه تحدي خوفك مثلا، يعني ما ادري الاسم مو ثابت، لكن فكره هذا الايفنت انه اي شخص عنده فوبيا من شيء نجي ونخليه يواجه هذه الفوبيا او هذا الخوف. أيوه. والجمهور اللي حاضرين هم يشجعون عشان يواجه هذا الخوف، لانه جزء من الاشياء اللي تعرقلنا في حياتنا هو الخوف، فاذا واجهنا الشيء اللي احنا نخاف منه كسرنا هذا الحاجز وصرت انا من داخل شخص مرتاح اكثر وحر. ليش هذاك الفكره هذه حبيت والله، انه يعني هي فن وفي نفس الوقت ممكن نستفيد منها. انت كان عندك فوبيا من شيء تقريبا يعني وكسرت هالشيء الحمد لله. كان عندك فوبيا منها؟ لازم اطلع الفضايا. ايوه. ما قلت الفكره الا انه انت عشتها او شيء. بالله كانت عندك ام؟ كان عندي فوبيا من البحر والحمد لله الان انا غواص وعندي رخصه دوليه كمان، اني كسرت هذا الحاجز. ما شاء الله عليك. بس سلطان كان عندك فوبيا من البحر ليه؟ غرقت وانت صغير؟ لا لا غرقت ولا شيء. المشكله انه لا 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 مو كذا، اعوذ بالله. المشكله تحطيني في مسبح اسبح ما عندي مشكله ترى، بس بحر ولكن بحر لا لا ترميني. يعني في ناس تقرف من هذا الشعب المرجانيه، تمسك من تحت ما ادري ايش، يمسك من تحت حالب سمك صغير يجي ابدا. لا لا مو كذا الموضوع، هو بس انه انا افقد النفس او ممكن اختنق او اغرق، لانه بحر بحر مسبح في النهايه اقدر فيه سلم في حاجز واطلع، لكن وسط بحر انت لا راح ينتهي الموضوع. هي كانت كذا الفكره. الله ان شاء الله انت فكيتها. الحمد لله انا مره مبسوط، يعني الرخصه الدوليه حقت الغوص يوم اخذتها لانه انا نزلت اعماق بحر واخذت الرخصه معناته ان انا اقدر اغوص في اي مكان، فانا مو كسرت الحاجز عديته كمان. والله تعديته بمراحل بالضبط. فحب يعني الفكره هذه حلوه انه انت تواجه خوفك وتكسره، زي ما قلت لك تحسين وانت يعني شخص قوي وحر من داخل انك قدرت تواجه هذه المخاوف. مره حبه نفس الاسئله هذه، خلينا نشوف الشباب كيف يردوا عليها. الفعاليات اللي تكون فيها فائده، انا احب صراحه الفعاليات اللي يكون فيها فن فيها ابداع. مهرجان الالوان، جميع الفعاليات المقامه من وزاره الترفيه اللي هي فعاليه الجيت سكي، كان فعاليات الغنائيه، شيء يستفيد منه جميع الفئات. صراحه نفسي يكون في تركيز اكثر على الجانب الفني. صراحه تعديل السيارات، بحكم اني مدمن للعبه البلوت بطور في لعبه في فعاليه لعبه البلوت. والله الانشطه اللي للشباب زي الجيت سكي، القفز المظلي. تفضلي. سيمت يداك ويداك. شوفني بس باللغة العربية معك. ما شاء الله عليك. اسمي بروح الفعالية وبيحجز اليوم. وليش تروح انت؟ يا الله من ابو قديم، عسى تروح ان شاء الله عشان تقطع تذكرة. يعني بالمرة نشوف الوضع بعد. لا تقدر تشوف، ترى كل حاجة اونلاين وتقدر تحجز كمان كل شيء اونلاين. اوكي. ايوه يعني شوف، هو في 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 اشياء لازم تروح تشتري تيكت من عند الباب. بس في اشياء تختصر عليك الوقت وصارت اغلبها تشتريها اونلاين، في ابلكيشن تطبيق تنزله عندك اسمه لما. اوكي. يخليك تحجز في كل الفعاليات، يكتب لك المواصفات حقت الفعاليات بالتواقيت حقتها باسعارها بالفئات بكل شيء، وتقدر تحجز خلاص تشتري ولا تروح ولا تجي. اصلا اسم التطبيق مره رهيب وعجبني لما، انه مكان فعلا الناس مهتمين فيه ومجتمعين. ترى مره حلو لازم تنزله، مره مفيد. بس على كذا انه راح اشوف صور الفعاليات وكل شيء يعني موجود. أيوة. فيصير احجز انا متاكد من الشيء اللي قدامي. اول كمان ترى الابديت عندهم اول باول، تلاقي الفعاليات ينزلوا لك هي، ومو بس يعني بجد كل مختلف الفعاليات وفي كل مكان. في كل مكان. طب ممتاز. أوكي. يعني شوف اللي ما تلاقيها الفعالية أوكي روح، لكن إذا تقدر إنك تحجزها أونلاين ليش عاد تضرب المشوار؟ أجل لازم أحمله جوالي مو معي. حمله ترى مرة حلو. شوف جوالك ورا سبته مع القهوة. بالضبط أنا راح أحمله. لا كله تنسين واحدة بوحدة، سويت لك قهوة وأنت عطيتيني الأبليكيشن. أنت كل حاجة واحدة بوحدة يا ربي عليك. المهندس هتان عرب هو ضيفنا اليوم في استديو شبابيك. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم هتان، كيف حالك؟ الحمد لله. محتارين نحن محتارين، ما احنا عارفين كيف نعرفك يعني. مجالات كثير مختلفه. ما شاء الله عليك. تبغيني ابدا من فين؟ من محل ما انت ترتاح. طيب انا دراستي كانت الاساسيه اوكي هندسه الطيران، درست في امريكا الحمد لله وخرجت وجيت هنا التحقت بالخطوط السعوديه. بعد كده اخذت شهاده ثانيه من جامعه الملك عبد العزيز للاوبريشن مانجمنت والكواليتي اشورنس، فدخلت مجال حاولت اربط بين الهندسه الطيران والكواليتي اشورنس. اوكي. بعد كده دخلت في موضوع السوشيال ميديا وقلت كيف اقدر استفيد من
مجالي الاساسي. ايوه احنا هذا كنا بنفكر فيه، انت كيف ربطت ما بين هدول؟ ايوه بالضبط، فقلت خليني استفيد من دراستي السنين دي كلها وشغلي والاكسبيرينس حقت اللي عندي هذه واستغلها في المجال هذا اللي دوب وطالع. كان قبل سنتين خلاص كان البومينج حق موضوع الايفنتس وفين الحفلات وفين الفعاليات والترفيه بشكل عام. فقلت اوكي انا حكون ديستينجويشت، حكون مميز بين الناس اللي بتعمل، تعرفين دحين الكل ما شاء الله بالعاده تغطية ورافع جوال بالضبط، انا هنا وانا هنا سواء بنات او شباب كله قاعد يقول انا هنا وانا هنا وشوفوا ايش بسوي. قلت لا انا ابغى اسوي حاجه مميزه، ان انا حقول لهم اوكي كذا كذا، لكن في الاخير في نص التغطيه وفي الاخير حقيم لهم الايفنت هذا، انا نقول لهم كل حاجه عنه واقول لهم ايش ميزاته وايش عيوبه. في الاخير اختيار لهم يبغى يجوا ولا ما يبغوا. تمام، التقييم هذا طبعا مو منظورك الشخصي. طبعا التقييم هذا لاسس، ايش المعايير والاسس اللي انت ماشي عليها؟ طبعا المعايير والاسس هذه جات من خبرتي في المجال اصلا، في مجال التدقيق والكواليتي، فحطيت لنفسي معايير معينه اقدر ارجع لها في التقييم، وحطيت لها كمان نقاط. تمام. يعني من 1 ل10، فالمتابعين عندي بيشوفوا والله اوكي هذا حط في الايفنت هذا 8 من 10 اعطاه، لا اتس وورث ات، يعني خلينا نروح نشوف. أيه. اما 5 او اقل مثلا حيقول لا خلاص الا اذا طفشانين. خلينا نسولف على المعايير هذه بالضبط. أيه. ايش المعايير اللي انت ممكن تصنف فيها هذا الايفنت؟ اوكي مثلا انا حاطط 10 معايير، من ضمن المعايير هذه السلامه في الايفنت. الشيء الثاني انا كمان مره يهمني جدا التنظيم نفسه. ثالث برضو مثلا ممكن يكون نفس الناس اللي بشغاله، هل هي مبتسمه للناس؟ ابتسامه مهمه مره جدا، زي لو رحتوا مكان ناس كشرين كده ما حد حيجي وانا جاي انبسط مكان ترفيهي. الاخير هو ترفيه، انا ماني جاي، بالعكس ابغى اكون مبسوط وانا داخل اتفرج. خلينا نقول واحد مثال اخير، مواقف السيارات. اذا والله في، انا شايفه كيف هذا الكلام، انه والله في مواقف كثيره كفايه، قريبه بعيده، عاملين فالي باركينج ولا لا للناس الفي اي بي، هذه كلها برضه اخذها في عين الاعتبار واحط لها تقييم. ممتاز، انت دخلت هذا المجال بشكل مختلف، خلينا نقول عن الناس اللي جو يصوروا. نعم. كيف شايف انت شبابنا السعودي؟ هل دخلوا يعني صناعه الترفيه بشكل جدا قوي ونجحوا في هذا الشيء؟ والله تبغى الصراحه انا الى الان اصلا ماني لاقي شركه اجنبيه شغاله، الكل ما شاء الله كلهم سعوديين. أيوة يعني أيوة كل الشركات سعوديه، وانا اعتقد هم ماسكين كل شيء، كل تجربه جديده عليهم، يعني ممكن ياخذوا تجربه جديده بس هم ترى ماسكين كل شيء فعليا حرفيا، ترى كل شيء. نعم يعني ممكن بعض الحين ياخذوا ثيرد بارتي يجيبوا اوكي كونتراكترز ويشتغلوا معاهم يعملوا لهم شيء ما عندهم الكابابيلتي انهم يسووها، يجيبوا من برا، لكن كتنظيم ايفنت نفسه كفكره كله ما شاء الله سعوديه، ما في شيء اجنبي تماما. هذا شيء مره صراحه حلو، يعني وير براود اوف ات. ايش اكثر فعاليات انت بتشوفها ناجحه اللي تخاطب اي شريحه الى الان؟ اقوى حضور، ايوه، واللي يصير سولد اوت من بعد ما تنزل التذاكر بسرعه. أيوة. الحفلات الغنائيه. صحيح، الحفلات الغنائيه متعطشين. لا من متعطشين تماما. طيب ايش الصعوبات اللي واجهتك اثناء التغطيات؟ اقدر اقول الشيء العقبه الوحيده اللي صادفتني انه انا بدات من حوالي 2 وشوية. أوكي. قبل 2 وشوية لسه ما كان موضوع التصوير بالجوال والتغطيات وهذا كان سهل. صحيح. اوكي فالناس برضو لسه متخوفه، انت ليش رافع جوالك؟ بالضبط. صح صح صح. احنا نواجه مشكله كبيره. ايوه هذا يعني واحد يقول لي ابوي ليش تصور وبعد والله انا ترى ما بركز على اهلك، انا باخذ وهي جات في الصوره. فكنت ايش اسوي؟ اخذتها من ناحيه بروفيشنال اكثر، لما انا اروح الايفنت هذا سواء كنت انا مدعو ولا رحت على حسابي عشان اغطي لمتابعيني يستفيدوا، اروح على طول على المنظم. بالضبط. السلام عليكم، معك فلان الفلاني ومدري زي كذا، انا سوشيال ميديا وابغى هذا، ما ابغى منك لا فلوس ولا اي حاجه، انا ابغى منك اني تسمح لي اني انا ايش اصور. يقول عادي خذ راحتك. قلت لا انا ابغى منك تصريح لفظي تقول لي انه اوكي او تعطيني بادج. بالضبط. لانه هذا الشيء يخولني، ينبه الناس الموجودين اللي انا قاعد اشتغل انا ماني جاي اصور، يخولني اني انا اقدر اصور. ولو صحيح. صارت لا قدر الله مشكله واحد قال لي ليش بتصور زي كذا، انت عندك خبر، مدير الايفنت او منظم الايفنت سمح لي في الاخير انه انا مصرح لي اني انا اصور. طب حلو، لقيت لك حل. هي اذا الانسان خلقه عالي في التعامل في وطلب الريكوست من احد ممكن اعمل كذا لو سمحت كذا باسلوب، ما حد حيتمشي الامور بشكل اما اذا طبعا جهيه وكذا ولا لازم اسوي ولازم اعمل حيجي له عقبات كثير وحيروح اتكنسل. في عقبه هو ما قالها لكن انا متاكد منه ان هي عقبه، بس كيف حليتها انا ما ادري. السؤال عندك اداره الوقت، انت ما شاء الله مهندس ونفس الوقت تروح تغطي كل الفعاليات، هذا يبغى لها وقت، فشلون نبغى الخلطه السحريه؟ لا ولا كذا ما شاء الله، هو بيقول انه من الناس اللي يروح الجيم، يعني هو اصلا من الناس اللي مهتم بصحته وجسمه. أيوه. ففين الوقت اللي بتلاقيه تقسم؟ الحمد لله عندي في شيء اسمه تايم مانجمنت. اوكي اداره الوقت. بالضبط. والحمد لله انا مره مبدع فيه، ومن كثر ما صرت انا ادير وقتي كويس قدرت اعمل اكثر من حاجه في يوم واحد، وبالعكس كمان يجيني وقت فاضي ما شاء الله. أيوه. انت كم ساعه بتنام؟ قليل. الموضوع هذا مره لا قليل هذه المشكله حقتي، بسوي الاشياء هذه مشكلتي الوحيده اني انا انام قليل،
لكن ايش الشيء اللي انت شايفه انه لسه نحن محتاجينه كمان انه نحن نطور فيه؟ يفتح في مثلا تخصصات في مجال الترفيه، في مجال مثلا الدراسة، ايش في اشياء ممكن انها تصير حتفيدنا نحن في مجال الترفيه؟ اعتقد هي قدام جايه في الرؤيه انه يخلوا في اماكن محدده للايفنتات. ليش؟ لانه لما يكون مكان مجهز انه يكون فيه ايفنت حيكون كل حاجه متخذ فيها بعين الاعتبار، مواقف سيارات، الايفاكيويشن بلان حق لا قدر الله صار حريق ولا حاجه، الفاسيليتيز الله يكرمكم، دورات المياه. فهمت بالضبط، هو مكان واحد ويهتموا فيه مره واحده، ما اروح اسوي نفس الشيء هنا وهنا. صيانه دوريه خلاص هم عارفين، خلاص أيوة. لانه هذه ترى كلها دي تصاريح، تجهيز قبل الايفنت وبعد الايفنت اللي هو الصيانه اللي تصير من بعد الايفنت، يكون من مكان جاهز محضر للايفنت اللي من بعد. ايوه، لانه ترى كل ايفنت لازم صاحب الايفنت يقدم على دي الاشياء، ياخذ تصريح الدفاع المدني، ياخذ تصريح وزاره الداخليه. هل التصاريح سهله في الطلوع؟ اول كانت صعبه، دحين سهله. ايوه، لانه بصراحه يعني بيساعدوا صحيح. اوكي، انت شاب سعودي تبي تسوي ايفنت بحال تعلموا، ايوه بيدعموهم، حتى بيدعموهم دعم مادي، عارفين انتم يعني هيئه الترفيه، ايوه في دعم مادي، اذا شافوا فكره كويسه، شافوا الايفنت يستاهل وكان في حضور قوي، كان في هدف منه، ياخذوا اولموست 30% من قيمه من الكوست اللي هم دفعوه. كان انت سويت ايفنت؟ اي عملت ايفنت. كلمني عنه. عملت ايفنت قبل سنتين انا وشريكي، عملنا ايفنت اسمه زمره. اوكي، كان استاجرنا مكان اللي هو لو برستيج مول طريق الملك. بالضبط، وكان ايفنت لمده 3 ايام صراحه. اوكي، شريحة الأودينس أو الناس اللي كنا نبغاهم التارجت أودينس حقينا كانوا من فوق سن 16 سنة. تمام، لغاية whatever يعني أي أحد. الحمد لله كان مرة جميل، كان distinguished. ما كان أهم حاجة في الإيفنت حاليا الفكرة. أوكي، كانت فكرة جميلة. إيش كانت الفكرة؟ فكرتنا كانت زي كأنها القرية العالمية في دبي. آه، بس على 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 شيء أصغر شوية. لو برستيج مول عبارة عن شو اسمه ده، أماكن كبيرة كده لسه ما كانت تأجر كل حاجة فيه، فتحس زي كده ده المكان كبير فاضي 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 فاضي. عملنا كل واحد منهم هذا دولة. يمثل الدوله يعني، ميني جلوبال فيليج. بالضبط، ميني جلوبال فيليج، عملنا فيه الستاتشز حقت نفس الدوله هذه، وجبنا ناس تلبس نفس اللبس حق الدوله هذه، فزي مصر لابس حق الفراعنه هذا زي كده، وقدامه في 3 اهرامات كده كبيره، وفي ابو الهول، وكل ربع ساعه حاول تعكس الكالتشر حق بالضبط الدوله هذه، وكل ربع ساعه واحد ميوزيشن يتكلم، لا يعزف الـ 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 الطرب حق الدوله هذه. فاي واحد بالعود في مصر كان واحد بالعود يعزف، في ايطاليا واحد ماسك الجيتار وقاعد كده برضو يعزف، امريكا ناس برضو باند كده، وكل ربع ساعه دوله. ممتاز. بعد ما يخلصوا هذه كلها يبدا عاد اللي هي الحفلات الغنائيه. جبنا الدي جي المعروف هيثم حفني، ما شاء الله تبارك الله عليه معروف، جبنا فرقه كازانوتا برضو معروف جدا، وجبنا فرقه حرقه كرت الاردنيه الرائعه اللي تعمل ماشب بين الانجليش والعربي. بالضبط، وما شاء الله ولعت الدنيا. انت هو عارف المقاييس والمعايير كلها عشان كذا عرف ينجح. لا بس انا ابغى اعرف اذا انت من برا جاي بلاش انت هالثاني، لانه انت ما راح تقدر تنقد نفسك يعني. طبعا طبعا. كم تدي نفسك في الايفنت 10 من 10؟ لا قبل ما اجاوبك على السؤال هذا، انا ما عملت الايفنت هذا غير بعد ما عرفت. انا طبعا بيجيني فيدباك من الناس متابعين، احنا عجبنا كده، احنا ما عجبنا كده، هذا الشيء اللي ما كان كده، ليه ما ادري ايه، فعندي ديتيلز. حلو. فاحنا قاعدين نعمل البروجكت بلان حقنا، بقول لهم اشياء طبعا الجروب التيم اللي معايا. كيف عارف هذه المعلومات؟ ايوه يا ابوي، لا هذا مره ديتيل، لا معليش، لازم سجاجيد للصلاه، الله يكرمكم دورة المياه لازم المناديل تكون موجوده كلها، الصابون بالذات في حق دورة المياه حقت البنات لازم يكون عندهم كده وكده وكده. طب يا ابوي هذه انت كيف عارف الاشياء؟ انا عندي متابعين بيرسلوا لي وانا ابغى يكون هذا بيرفكت. طبعا يو نيفر، ما تقدر توصل لانه البرفكشن، بس تحاول تسعى. طيب مقيم كم؟ انا ممكن اعطي نفسي ان شاء الله ما حد بس يقول لي لا. يا 8.5 9. ممتاز. ويتش از ممتاز انه انت كاول ايفنت ليك. ايوه ممتاز، يعطيك العافيه حتى. انا انبسطنا جدا فيك في سوشيال شبابيك، توفيق يا باشمهندس. ان شاء الله نسمع عن ايفنت قريب ليك باذن الله. باذن الله اول مدعوين استديو شبابيك والتيم كله. اكيد باذن الله تشرفوني. احنا اللي شرفنا. شكرا لكم. ايش احلى فعاليه طيب حضرتيه هنا صارت عندنا في المملكه، سواء في جده ولا في الرياض ولا في اي منطقه، بس فعاليه دي حضرتيه من جد انبسطت فيها؟ بعيد عن الحفلات، بعيد عن الحفلات ولا رابع صقر ولا حسين جسمي فكينا، لا فعاليه ثانيه. يلا ايش حضرتي؟ السيرك.
السيركس اللي سووه وين؟ كان في شاطئ الاسكندريه، جنب شاطئ الاسكندريه كان في منطقه كده كبيره مسوينها كان فيها سيركس، بس كان يعني ما شاء الله اللاين حق التذاكر اطول من حياتي بس بس كان محرز يعني. بس السيرك كان سيرك عالمي يعني نفس اللي اشوفه برا، سيرك تشوفين اشياء تخوف وينطنطون وحركات ايون كان مره حلو، وعوائل حاضرين واطفال والعالم مره كان ايوه كان اظن من عمر 3 سنين او 4 سنين يقدروا يدخلوا، اوف خصوصا الاطفال ينبسطون ترى في هذه الاشياء لان كل حركه قدامهم بس كذا مركزين، ترى كانت كل الفئات حتى الكبار في السن اللي مره انبسطوا، كل الفئات شفت من كل الطبقات كانوا موجودين وما شاء الله كان زحمه على السيرك فعليا كان زحمه. جميل جدا. طب قل لي انت كيف تعرف الاعلانات حقت الفعاليات؟ يعني المواقع الموجود فيها، اعتقد حتى هيئه الترفيه الموقع حقه موجود، ولكن الاغلب للامانه السوشيال ميديا ما تخلي شيء. انا تجيني مسجات، انت ما تجيك مسجات وهيئه الترفيه يرسلوا لك؟ لا مو هيئه الترفيه نفسها بس تجيني مسجات عن الفعاليات. اوكي يرسلوا لك استاذ رنا ترى في فعاليه هنا طبعا تعالي شرفينا. ايون ان شاء الله عليك. بس شوفي بالسوشيال ميديا الامانه يساعدوننا اكثر لانهم يعطون ردودهم على هذه الفعاليات. ايوه ايوه وغير كذا يقول لك التوقيت متى، التذاكر، الاسعار، مين اللي حاضر الفعاليه، هذا كله ممكن الاقيه ترى في اي مكان، لكن اللي يهمني ردود فعل الناس الراي العام لانهم يتكلمون عن فعاليات الناس. وانا صراحه انا من الناس اللي ما اروح اي فعاليه اذا ما في احد جرب قبل، انا ما اروح في التجربه، مو انا اللي اجرب، انا اروح اللي بعده الشوط الثاني اروح. نفس الأسئلة هذه، إيش رأيك نشوفها مع الشباب؟ يلا عن طريق التواصل الاجتماعي، سوشيال ميديا، عن طريق التواصل الاجتماعي، والله في جروب خاص بالإعلاميين السوشيال ميديا. تركي آل الشيخ ما شاء الله تبارك الله، يعني أي فعالية بينشرها على حسابه الخاص، والله أنه هو الرابطة. فعاليات الشتاء طنطور اللي كانت في العلا، مهرجان الوقت هو أفضل شيء. والله غالباً الفعاليات اللي موجودة على الواجهة البحرية من المشي واستخدام الدراجات الهوائية، اللي هي الجيت سكي. أحلى فعالية حضرتها اللي هي قد تكون مواسم الغناء أكثر شيء. صناعة الترفيه تنمية الاقتصاد الوطني، في مقال مره رهيب لازم اقرا لك. عن يقول لك يا طويله العمر في عصرنا الحاضر ولما للترفيه من اهميه فقد زاد الاهتمام به، ومن اجل ذلك انشئت هيئه عامه للترفيه تتولى توفير الخيارات والفرص الترفيهيه لكافه شرائح المجتمع في كل مناطق المملكه. ليش؟ لاثراء الحياه ورسم البهجه، ولتقوم على تحفيز دور القطاع الخاص في بناء وتنميه نشاطات الترفيه، وتعد الثقافه في الترفيه من مقومات جوده الحياه، انه هذه الاشياء تساعد على جوده الحياه. لذلك تقوم هيئه الترفيه بدعم جهود المناطق والمحافظات والقطاعين غير الربحي والخاص في إقامة المهرجانات والفعاليات، كما أنها تفعل دور الصناديق الحكومية في المساهمة في تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية ليتمكن المواطنين والمقيمين من استثمار ما لديهم من طاقات ومواهب. كذلك تشجع المستثمرين من الداخل والخارج، وتعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية، وتخصص أيضا الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف وفنون وغيرها، إضافة إلى أنها تدعم الموهوبين من الكتاب والمؤلفين والمخرجين، وتعمل على دعم إيجاد خيارات ثقافية وترفيهية متنوعة تتناسب مع الأذواق والفئات كافة. ولن يقتصر دور هذه المشروعات على الجانب الثقافي والترفيهي، بل ستلعب دورا اقتصاديا مهما من خلال توفير العديد من فرص العمل. وتعتبر الهيئة العامة للترفيه من أنجح خطط ومشاريع رؤية المملكة 2030 على أرض الواقع، إذا استطاعت إحداث تغيير إيجابي سريع في مجتمعنا، وتساهم أيضا بإعادة المليارات من الأموال المهاجرة كل عام في كل إجازة. شايفة كيف؟ مقال جدا رهيب ويوصف من جد أنه كيف أن الترفيه محتاجين عشان حتى جودة الحياة، وفي نفس الوقت هو عائد مادي للدولة. أيوة لا شوف هو اللي واضح إنه هم حتى الخطة اللي كتبوها هذه ترى في زمن جدا وجيز يعني تقريبا خلص يمكن 80% منها. بالضبط بالضبط، كأنه كل شيء قالوه أو كل خطة وضعوها قاعدة تصير من خلال الرؤية. برافو عليهم. بالضبط. أنا مرة حبيت. رنا بالله ما انت طفشانة كذا وودك تطلعين تغيرين جو وتسوين شيء؟ طبعا طفشانة بس اكيد ما عندك حلول، دائما انا اللي عندي الحلول الترفيهية. ايش عندك حل طيب الحين؟ اقعد ايش؟ اقعد فريق شبابيك راسل لنا موسم الرياض. بالجد؟ عشان اتفرج عليه. لا يا شيخة يعني عشان ما رحنا تصوير حصري ضبطونا؟ حصري. حصري للناس كمان؟ لا حصري لنا احنا. والناس حيشوفوا معانا؟ ايوه. يلا. بداية هذا الموسم نرحب بكم وبضيوفنا في الرياض
مين كان يتخيل اننا نشوف كل هالشيء في الرياض وفي بلدنا الحبيبه؟ بقول لكم شيء مو بوضوح، هالشيء كله ما كان بيصير لولا وجود، قبل كل شيء توفيق الله سبحانه وتعالى، لكن لولا وجود شخص في مقام ورؤية سمو سيدي الأمير محمد بن سعود. اهلا وسهلا، انا يحيى الغامدي جاي ان شاء الله اليوم عشان نتكلم شويه في الترفيه، في تحديدا في تنظيم الفعاليات. شرفنا وان شاء الله نستفيد منك. الله يحييك. اهلا وسهلا فيك. بشار اهلا وسهلا، مرحبا. بدايه عمليه التنظيم حقت الفعاليه، والناس يركزوا دائما في نجاحها او فشلها على المنظمين، او في وقت الفعاليه يحملوا المنظمين المشاكل. صحيح. لكن العكس، المشكله انه في اشياء كثيره المفروض احنا نراعيها من تخطيطنا اصلا في الفعاليه. اوكي. ابسط حاجه، انا جايب احد يشتغل عندي احيانا 6 ساعات، احيانا 9 ساعات، احيانا من غير مواصلات، في الشمس، اجلس في وقت طويل، فانا لازم اول شيء اوفر سبل الراحه لهذا المنظم. مكان راحه، يكونوا فيه تغيير، يكون في اي شيء لراحتهم، لان هم في الاخير السبب الاول والاخير للنجاح للفعاليه هذه. بالضبط. وهم اللي بيقابلوا الجمهور، فلو هذا الشخص ما كان مرتاح ما حيستقبلك بابتسامه. بالضبط. ما حيقول لك كلمه حلوه، ما حيقول لك اي حاجه ثانيه. ما اذا سالته سؤال بالقوه اذا جاوبك ممكن يقول لك يقوم يجي الزائر يقول له طب انت يعني ايش مشغل هنا؟ ممكن يؤدي بس المهام المطلوبه منه بس ما يعطيها. واحيانا حتى مش المهام المطلوبه منه، تلاقيه انت اوقف هنا فجاه تلاقيه مشي راح مكان ثاني. اوكي. فهذا هذه حاجه لازم نراعيها. ثاني شيء، لازم يصير في مقابلات شخصيه، والمقابلات الشخصيه هذه ما هو يعني انه انا اجيبك واجلسك واتكلم معك ابقى انا سويت معك مقابله شخصيه، ولا انا اتمنظر عليك انه انا ذحين حكون الليدر عليك في الايفنت. تنزلوهم في التيم على طول وتشوفوهم لايف يعني كيف تصرفاتهم ايش بيصير؟ لا، قبلها انا كجهه يعني شوف دائما ارجع منظمين، لا ارجع جهه، كجهه لازم انا اكون شغلي مرتب احترافي، اتعامل معهم برقي، وانا اكون جاهز لاستقبالهم قبل ما هو يكون جاهز لاستقبالي. ممتاز. ليش؟ لانه انا لو منظم ورحت وشفت الجهه ما هي مرتبه، المكان جايبني في مكان عام يسوي معايا مقابله شخصيه في كافي في جلسه في، فما يعطيني انطباع الاحترافيه شويه، فانا اكون قلق ما اقدر اشتغل معاهم، قلق ولا انه انا لا اخذ الموضوع بحبي وما اعطيك الجديه مهما كان. فهذا انطباع اولي لازم انا اترك كجهه انطباعي على هذا المنظم، ولما اسوي معاه المقابله فهو حيبدا يبان التزامه، جاء قبل الموعد ما جاء قبل الموعد، فأنا أبدأ أحط عندي تصورات هل هذا شخص مظهره كيف، لازم يكون حالق، لازم يكون مرتب. طبعا وللسيدات نفس الكلام، تكون سواء العباية أو الطرح أو المظهر يكون في خلاص الشخص باين أنه هو مرتب ومهتم في نفسه. صحيح. لأنه لو شخص مهتم في نفسه حيهتم في الناس اللي هي جاية، بغض النظر عن أنه أنت في إيش اشتغلت فعاليات قبل كذا. طب ممكن هو اشتغل في 50 فعالية بس 50 فعالية كانوا سيئين. صحيح. وأداؤه كان سيء. صحيح. ولو ترجع للتقييمات والناس اللي كانت معه هي سيئة. صح. ما ينفع أبدا، لكن في أشياء لازم ننظر لها على المقياس الشخصي. طريقة الكلام حتبدأ تبان، الأسلوب في التصرف، في الجلوس، في القومة، في كل شيء. ليش؟ لأنه هذه كلها حتنعكس، هو شخص لازم بيقابل جمهور، فمقابلة الجمهور هذه لازم يبغى لها لباقة في الحديث، يبغى لها تصرفات محددة، لازم أنك أنت تكون تحرص على حركاتك تصرفاتك، والأهم أنك غصبا عنك حتضطر أنك أنت تسوي أشياء ما أنت متعود عليها. لازم يكون عندك إيش؟ سرعة التأقلم، سرعة البديهة، المرونة، وطولة البال. هذه ممكن أقول طولة البال لين تخلص الحلقة. لازم طولة البال. ليش؟ لأنك أنت الشخص بيقابلك مرة واحدة، الزائر ممكن يقابلك في أول الإيفنت وابتسامتك هنا وما في أحسن منك، وممكن يجيك شخص يشوفك لأول مرة بس يشوفك في آخر الإيفنت وانت تعبان وهلكان وهذا استفزك وهذا قال عليك وهذا شد وهذا فعل. لكن انت كيف انك انت تترك الانطباع هذا على
على هذا الشخص. من النقاط كمان المهمة، لازم الجهة المنظمة تحرص على كم شيء. يعني في كثيرين لما نجي ننظم لك إيفنت أو ننظم لك فعالية تكون تجارية، وهذا الأغلب يكون شيء تجاري، يعني ما يهمني الناس هنا جوا إيش تسوي. طب هذه حتفشل. حتنجح، هو حتنجح هنا فلوس، أيوة، أشتروا تيكت دخلوا ما أدري إيه، هذا ما يهمه تمام. لكن اللي أنا أكون أترك انطباع وأثر وأبغى يكون أكون لي اسم وأبغى أسوي لي عشان تقدر تسوي بعد كده، أيوة، فلازم فلازم أنا أكون الإيفنت حقي. أول حاجة أنت تعرف كم شخص تحتاج، كم أوكي. شخص جاي الحضور، كيف أعرف أنت قصدك. أيوة أوكي. الحضور أوكي. كيف أنا أعرف كم هحتاج شخص أجيب عشان يساعد في تنظيم الناس؟ إذا أنا ما عرفت الناس هذه كم عددهم إيش. صحيح. ثاني شيء الإيفنت نفسه، طبيعة الإيفنت، لأنه كل نوع من أنواع الإيفنتات والتخطيط له هيأثر معايا زي ما يقولوا إيش في قرار الاتخاذ، أنا كم شخص هأحط. ونفس الوقت عندنا زي ما نقول إيش الجهات الأمنية. يجي الدور الآخر واللي مرة مهم يكون نفس الخدمات. إيش أقصد بالخدمات؟ اللي هو أماكن للصلاة، الحمامات الله يكرمك. بالضبط. خدمات حتكون على مقياسين، الباركينج، مقياس الأشخاص الزوار ومقياس ترى حتى العاملين زي ما قلت قبل شوي، العاملين صحيح. حتى مش بس منظمين. سبب آخر ينجح الإيفنت نفسه ويخليني أنا أساعد في تنظيمي عليه، نفس المستأجرين مثلا، كثير مثلا من حقين الفود تراكس مثلا ما يكون عندهم احتياجاتهم اللي هم يكفيها. أيوة، لازم يكون عندهم غاز، كهرباء، إضاءات. وموضوع الكهرباء هذا وموضوع الخدمات بالذات ما يكونوا عاملين حسابها مضبوط كتخطيط صحيح. وحسابات، فيقوموا وقت الإيفنت تلاقي الدفاع المدني جاء وقفل لك الايفنت لانه انت عندك ضغط الكهرباء عالي. مش بس شروط، تلاقي في ريحه طلعت، سلك الكهرباء بدا يضرب، ما ادري ايش، فممكن يصير حريق. معناته الخدمات انت راح تقدمها للزوار وراح تقدمها لهذول الناس اللي مثلا انت عشان تسوي ايفنت ناجح. باختصار حط كل احد ممكن يستخدم الايفنت من مدير الفعاليه والجهات المختصة والفي في في اي بي الى الزوار، الى الناس اللي بتخدم الزوار كمنظمين كعمال نظافة واحتياجاتهم. فلازم هذه كلها خدمات تصير لها مانجمنت وإدارة من اساس تخطيط الفعالية. صحيح. لو هذه كلها تخططت صح الايفنت حينجي زي الالف. بس طبعا اتوقع انه المنظم ما راح يقبل انه هو ياخذ تخطيط سيء الا اذا كان واحد مبتدئ ومو عارف. مع الاسف ما لهم اصلا ما لهم دور. مرات يكون اصلا في كلام لكن ما يطبق، لانه أتوقع. اصلا ما يكون في احيانا، يعني ترى قليل ما يجيبوا حتى احد مختص. لما انا يكون عندي بوثات مثلا فانا لازم اعرف، انا خلاص اصلا من الاشياء اللي بنصممها في الهندسه وفي التصميم كاي مخططات تحتاج كهرباء، محتاج مدري ايه. ونفسه ليش عدد المداخل، يعني انت تشوف خيمه قديش كبرها ما يكون فيها مدخل، مدخل لك والله مدخل واحد شغال هنا ومدخل شغال هنا. طب وبعدين طيب ايفاكيويشن لو صارت حريق، صار عندك طوارئ، صار عندك اخلاء، صار عندك ايش ما يكون. لازم انت يكون عندك كل ما يقارب ال 15 الى 20 متر مخرج. ثاني شيء انا الباب هذا حيدخل لي كم شخص بالضبط؟ بنشوف بوابات، حيصير ضغط نشوف الضغط، لانه تلاقي بوابات صغيره ما تكفي الحشود اللي داخل وما عاد تدري هنا دخول ولا خروج ولا، وما عاد تدري في الاخير تلام فيها المنظم مثلا تمام. فانا لازم اعرف الحشود عندي كم، لازم اعرف انا خلاص عندي مسارات الحركه، مدخل من هنا يعني لازم اسوي كذا صحيح تمام. يعني عندي مسار حركه هنا لازم لا تحط لي بوث في النص ولا تحط لي شيء يقطع لانه هذا الطريق ولا مسار يعتبر رئيسي زي شارع اسم طريق الملك، في شيء جوه نص طريق الملك ولا شيء، تخرج ايش شوارع فرعيه مثلا. فانا حابدا اسوي من هنا اطلع بشيء ثاني عرضي والله كذا. هذه الاساسيه اللي عندي ان بتوين او ما بينهم حابدا احط البوثات. اول شيء مخارج الهروب الثانيه اللي انا ممكن احتاجها حسب المساحه اللي بتكون مقفله طول الايفنت. أيوة. غالبا ما بتتفتح الا لو في حاله طوارئ تمام، وتكون عندي موزعه بطريقه زي كذا مثلا. ثاني شيء لازم عشان انظم مضبوط، لانه هذا احنا عندنا نقطه حنتكلم فيها بعدين، لو اخترت المنظمين طب كيف اختارهم في الاماكن، فلازم انا يكون عندي المخطط حسب اللي موجود وابدا ايش. هي بالعاده يسووا خرائط اصلا الايفنتات طبعا، اللي هي الخرائط محل ما بيستاجروا المحلات الموجوده جوا، المخارج فين بتكون هذولي. مو انا ايش بتكلم لك انه في الشيء اللي هو زي ما قلنا ايش اللي حيكون في البدايه ذا اللي هو فاشل شويه كتنظيميا
اللي هو حيكون التجاري ناجح تجاري فتلاقي فقط. ممكن انا اشيل لك هنا 500 بوث وممكن اشيل لك 200 وممكن اشيل لك 1000 مثلا فتلاقي انت عندك الحركه ولا مسار الحركه ضيق والناس كثير والناس رايحه. والاهم كمان انا حابدا اركز فوكس ثاني خطوه بعد كذا التقاطعات هذه هذه التقاطعات لازم ما يكون انه انا جاي التقاطع اكس لازم لا مثلا هنا مساحه بوث وبوث 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 هذه ما هي موجوده أيوة. اصلا عشان يبقى عندي ايش مساحه انها ايش الناس تتحرك تلف شويه تروح تجي تمام. لو افترضنا انه هذا مثال لمعرض الناس جايه بتتفرج على بوثات تشوف ما في تحديد اساسي لمسار الحركه في الدخول وفي الخروج فانا حابدا نوع المنظمين اللي عندي حيكون منظمين ارشاديين يعني لازم لما يحركهم يوجههم لازم اجي لما انا ادربه اوريه الخريطه واعطيه ممكن حتى نسخه اذا منها. سالت على شيء الفلاني حد يعرف توجه الناس أيوة من ويعرف كل المناطق لازم يعرف كل المناطق فنجي للتدريب حقهم الان ان هم لازم لما اجي ادرب ممكن اسوي اقل شيء مثلا اجتماعين تدريبيه في نفس المكان على الخريطه فعلى الخريطه واجيبهم اللوكيشن واجيبهم اللوكيشن لانه انا حقيس هنا اخر نقطه مهمه الجديه والالتزام ودائما اخر نقطه احب اضيفها انه انا لازم اعمل حسابي بزياده 5% الى 10% من المنظمين حتى لا ادفع فلوس زياده عشان ادير الوقت الاحتياطي. ادير الوقت هذا حيطلع بريك هذه حتروح عندها احتياج هذه ما ادري ايش ابدا ايش ابدا اخر مرحله ان انا اخلخل المنظمين في بعض كيف اخذ من هنا وكيف اخذ من هنا والكل لازم يعرف كل حاجه والكل لازم يسوي كل شيء الله يوفقك وتستاهل الشيء اللي انت وصلت فيه لانه اكيد انك تعبت على نفسك عشان توصل لهذه المرحله الحمد لله يعطيك العافيه نورتنا بالاستديو شباب تشرفنا فيكم واستفدنا جدا من المعلومات اللي قلت لنا اياها طلع الموضوع اعمق مما احنا نفكر يعني اي والله متعب مجهد ان شاء الله شكرا لك الله يخليكم شكرا